السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد وحلقه جديده. الجميع يا اخواني حط لايك واشتراك في القناه وخليكم وين الفيديو. يا اخوان رجعنا لكم فيديو جديد من لعبه فري فاير. قبل ان نبدا الفيديو يا اخوان، هذا الكلان اللي يحب يدخل اليه، هذا واحد مقدم طلب عليه، راح اوافقه قدامكم. مداهمه تي في تي في، ادخل يا صديقي. وهذا رود يا اخوان مبيني اعضاء اوياء. يا اخوان حاليا صرنا 31 عضو. قدامكم يا اخوان الدولة قدموا وانا قبلت لهم. يا اخوان اعضاء زينة، خلينا نفحص هذا العضو يا اخوان بسرعة. شوية سليف يا اخوان، عضو لا بأس به يا اخوان. المهم احنا 31 عضو، اتمنى الجميع يجي على مود متصنف بحروب الكلانات. خوش يا اخوان، وانا بعد قلت لكم ما اتمنى الجميع يدخل يا اخوان. فكرة مقطع اليوم يا اخوان، نزل عندنا حدث الهكر يا اخوان، حدث كلش حلو واسطوري او سهل. نجي يا اخوان عندنا تسجيل دخول، نحصل بطاقات 5 دايموند و العجل مع دايموند، وهاي يا اخوان الجوائز اللي يريد يشوفها. نجي الى هذا هنا يا اخوان، هاي عندنا مهمات. سجل دخول، العب 55 دقيقة، العب مع اصدقائك، حقق ضرر 2000، والعب مباريات كلاس سكواد او باترال مرتين. نجي يا اخوان هسه حاليا انا مجمع 61 نقطة، نجي نشوف شلون الحدث ايه يصير. نجي يا اخوان اللف او نفك 10، فهو راح يعطينا نسبة عشوائية. هسه طاني 10%، فهاي يا اخوان هسه دايموند رويال لازم تصير 100% لمن تنفتح. هسه احنا يا اخوان راح نكمل وياكم. هسه طاني ايضا 40، هسه صرنا ايش كثر؟ 40 يا اخوان صرنا. هسه ايش كثر طاني؟ 20. هسه طاني 20، صرنا 60. هسه يا اخوان ايش كثر طاني؟ طاني 40 وصرنا 100 يا اخوان. اخذنا لاني الثلاثة بطاقات دايموند رويال. هسه نجي يا اخوان اخر 10 صرفتها، ايش كثر يعطيني؟ اعطاني 20، وعلى مود نحصلها. يا اخوان شنو الفائده من هذا الحدث؟ عندنا يا اخوان زلاجه كلش حلوه، من زلاجه توب الكريمنال الهاكر، يعني يا اخوان هاي زلاجه للكريمنال الهاكر. نجي يا اخوان زائد تروجون توب الكريمنال ايضا الهاكر. يا اخوان تروجون السكين مالته مميزاته كلش حلوه، سرعه الحركه لانه شويه بطيء الشوت جنات بحركه، والمدى يعني يا اخوان مميزات فول الفول فول الفول. والله يا اخوان مميزات كلش قويه، المدى واهم شيء المدى، سرعه الحركه اصلا سريع بالحركه، بس المدى كلش كلش مفيده لتراجون. عندنا يا اخوان هنا تشيستات هذا السكين، وعندنا هذا تومسون، وبعد هنا عندنا ايضا هذا السكين، وعندنا هذا تومسون. هذا تومسون كلش حلو يا اخوان، هو والنقار ومميزاته ايضا مقبولة يا اخوان. شرحت لكم ان شاء الله حدث بشكل واضح، واتمنى الجميع استفاد من الفيديو. يا اخوان جميع حط لايك واشترك بالقناة، وهذا الكلان اللي يحب يدخل اليه. وهنا وصلنا هذا الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك. نلتقيكم في فيديو جديد، مع السلامة. نحن نصر الفيديو بصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.